السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير واحسن حال. اولا احب اشكركم على دعمكم وتشجيعكم ليا ولفيديوهاتي، وبجد بتحمسوني ان اقدم لكم احسن ما عندي، طبعا بصرف النظر عن الحكاية اللي هنحكيها النهاردة، وان زوجة حاولت تقتل حماتها بعد وفاة زوجها، والسبب ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي زي ما تعودنا، ونضغط احلى لايك للفيديو لو بتشوفونا لأول مرة. معاكم إيمان من قناة حكاوي إيمي. توحة ست مصرية متزوجة وعندها طفلين توأم، وقاعدة مع حماتها بقالها 7 سنين. جوزها موظف وعايشين في القاهرة في مدينة السلام، وفترة اتغير الحالة الصحية لزوجها وأصيب بفشل كلوي، واضطروا إنه يعمل غسيل كلى 3 مرات في الأسبوع. وطبعا اتدهورت حالته الصحية، وغيابه من شغله بقى متكرر لغاية ما قرروا يفصلوه عن شغله واللي هو مصدر رزقه الوحيد. طبعا عيلته شافوا الوضع وقدموا له مساعدة مادية من خلال اخوات والدته، كانوا بيدوها مبلغ كل شهر لمساعدة ابنها، كانت بتاخد المبلغ وتدفع جزء منه على علاج ابنها فقط، لكن باقي المصاريف الاكل والشرب ورعاية الطفلين التوأم ملهاش دعوة بيهم. والزوجة طلبت منها كتير المساعدة من باقي الفلوس علشان تكمل بيها باقي مصاريف البيت، لكن حماتها رفضت واستولت على باقي الفلوس لغاية ما صحة جوزها بقت في النازل وتوفى. بعدها بقت الزوجة لوحدها مكسورة مع حماتها، المسؤولية كلها على ظهرها، وحماتها رفض المساعدة ليها ولا أولادها التوأم. يئست الزوجة من الوضع وقررت تنزل تشتغل، دورت كتير على شغل لكن ما لقيتش شغل مناسب ليها، خصوصا ان في رقبتها طفلين توأم محتاجين رعاية. لقت محل صغير قريب من البيت مقفول تبع حماتها، قالت لها انها تفتحه محل خضار ترزق منه وتصرف على نفسها واولادها. حماتها وافقت. الزوجة اللي هي توحة لجأت لأهلها وطلبت منهم مساعدة مادية علشان تجيب بضاعة في المحل وتبدأ تشتغل. فعلا ساعدوها وادوها المبلغ وفتحت المحل على قدها، والتجار كانوا بيتعاطفوا معاها علشان عارفين ظروفها الصعبة، ومكسب المحل كان مش كتير، يدوب مكفي مصاريف أولادها بالعافية، وكانت بتمشي أمورها لغاية ما في يوم طلبت منها حماتها تطلع من البيت وكمان تجيب إيجار للمحل. الزوجة استغربت لطلب حماتها وقالت لها ده بيت زوجي ودول أحفادك ومن ريحة المرحوم ابنك، هسيب البيت واروح فين؟ وكمان مكسب محل الخضار يدوب بيكفيني أنا وعيالي بالعافية، مفيش زيادة إن أديك إيجار كل شهر. ما اهتمتش الحما بكلامها وقالت لها ماليش دعوة، هتطلع من البيت ومش عايزة حد معايا، وهتجيبي كمان فلوس الإيجار. طبعا الدنيا سودت في وش الزوجة، ومفيش بإيديها حاجة غير إنها تتجاهل كلام حماتها. كملت حياتها وحاولت تتماسك وراحت على شغلها كالعادة. ويوم كانت المفاجأة والكارثة، راحت لها حماتها على المحل اللي هو مصدر رزقها الوحيد، وزعقت معاها وقالت لها هتجيب الفلوس الإيجار يا إما هقفلك المحل وهخرجك من الشقة. الزوجة سمعت الكلام وانهارت، وبدون أي تفكير جابت السنجة اللي هي بتاعة الميزان اللي 2 كيلو وضربتها على دماغها في نص الشارع، وجابت لها كسر في الجمجمة. طبعا الموضوع كبر وحماتها دخلت المستشفى بين الحياة والموت، والزوجة في اسم الشرطة بيحققوا معها، وحكت لهم عن القصة كلها وما انكرتش وقد ايه كانت حماتها بتضغط عليها وبتعملها وحش ومش مقدرة الظروف الصعبة اللي بتمر بيها، والضحية كانت الطفلين التوأم اللي هم ملهمش اي ذنب غير ان هم اجوا من الدنيا. يا ترى من وجهة نظركم مين الجاني ومين المجنى عليه؟ ورسالتي نوع الحموات اللي بالشكل ده، احب اقولك اتقي الله وعاملي بنات الناس زي بناتك لانهم ولاد ناس مش جايبينهم من الشارع، وافتكري ان كما تدين تدان، هتظلمي بنات الناس هيتردلك في عيالك، وبلاش تموت على القرش بالشكل ده لان الدنيا صغيرة، ممكن يبقى عندك كنوز بس في لحظة هتسيبيها وتمشي. واعملي خير لله لان ده اللي هيقعد لك، والدعوة الحلوة هي اللي بتقعد. رأيكم في الحكاية دي يهمني جدا، اكتبولي في الكومنتات انتم مع مين، الزوجة ولا الحما. خلص الفيديو بتاعنا لغاية دلوقتي، مكملين معاكم باقي فيديوهاتنا. ما تنسوش لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل حكاية من حكاوي إيمي.